فرايدي، يوم بستناه كل الناس في العالم. فخلينا نحكي شو أصل تسمية بلاك فرايدي بهذا الاسم. كتير من القصص تم تداولها حول أصل تسمية بلاك فرايدي، فخلينا نوضح إنه هذا اليوم ما إله علاقة بعطلة التسوق مثل ما هو متداول بين كتير من الناس، وإنه هو فعلياً مرتبط بأزمة مالية تتعلق بانهيار سوق الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية في يوم الجمعة قبل عيد الشكر. وكانت القصة إنه اثنين من رجال الأعمال سيئي السمعة قاموا بشراء كميات كبيرة من ذهب الدولة الأمريكية على أمل إنه يتم رفع الأسعار ويحققوا أرباح قياسية. في تلك الجمعة انكشفت المؤامرة وانهارت البورصة وأفلس كتير من الناس، وهذا السبب اللي دفع كتير من القطاعات التجارية إنها تنزل أسعارها. وشهدنا في السنوات الماضية تدافع بشكل جنوني على الأسواق ومراكز التسوق في يوم البلاك فرايدي، حيث إنه في هذا اليوم الكل بيبدي استعداده حتى يحققوا أكبر استفادة من العروض. فكرة البلاك فرايدي بتقوم على تقديم عروض وخصومات قيمة للمستهلكين لتحقيق معدلات عالية من البيع في تلك الجمعة، فالأسعار فيها بتقل أكثر من أي يوم تاني في السنة. وبتتشابه الظروف الاقتصادية اليوم مع الظروف اللي أوجدت البلاك فرايدي قديماً من أزمات مالية أثرت على الأفراد والقوى الاقتصادية في كل أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا. فهل رح نشهد هاي السنة بلاك فرايدي في ظل الظروف الوبائية اللي بنمر فيها؟ لا ما أتوقع، السنة الماضية كان كثير أقوى من هاي السنة، فأتوقع بشكل عام رح يكون في بلاك فرايدي هاي السنة مش بقوة السنة الماضية. يعني السنة الماضية كان نوعا ما كويسة أو قوية نحكي، السنة هاي أتوقع حيكون أخف لأنه شوي الناس خايفة إنه متردد إنها تروح على أماكن فيها تجمعات كثيرة. أتوقع لا مش زي السنوات الماضية لأنه الحجر يعني أكيد له أثر سلبي على هذا الموضوع، أغلب الناس ممكن تتجه للأونلاين يعني. لا طبعا لا، لأنه مش ملاقي إشي بصراحة. ثاني إشي دخل هاي السنة لكل فرد بالأردن مختلف. أكيد لا مختلف، ولأنه الوضع الاقتصادي للبلد كل ماله متغير يعني مش زي السنة الماضية. هلا أكيد لا ما راح يكون زي السنوات الماضية نظرا للوضع اللي نمر فيه هلا يعني في البلد، الوضع الاقتصادي حاليا في البلد واللوك داون اللي عم بيصير على الساعة 9 كمان، فالناس ما معها وقت أصلا تخلص أشغالها عشان تطلع تشوف مثلا الأسواق عندنا في الأردن هون. يعني أكيد لا، مع وضع إنه إحنا معانا فيه يعني كورونا وهيك، فأكيد ما راح يكون زي السنوات الماضية وراح يكون أخف. الناس ما راح تكون لأنه تعرف في مسافة أمان والناس خايفة تطلع من البيوت، وفي اللي بيطلع أصلاً مش لابس كمامة، فيعني هيك ما راح تكون زي السنوات الماضية كلها. هلا بالمقارنة مع السنة الماضية أكيد لا، يعني الوضع اللي إحنا فيه والوباء يعني، وكيف بدي أحكي لك اللوك داون اللي عم بيصير على الساعة 9، الناس ما عم بتلحق إنه تشتري أغراض أو إشي، الناس كمان إنه زهقت من هذا الإشي، فحالياً لا. مثل ما شفنا بلاك فرايدي هاي السنة ممكن يكون مختلف ومو مثل ما تعودنا عليه بسبب الظروف اللي بنمر فيها، وحتى نحافظ على البروتوكول الصحي فبدل ما تفتح المحلات ويصير عجقة وتزاحم واحتمال التعرض للخطر، ممكن انه يتوجه التجار بتقديم الصفقات نفسها عبر الانترنت، وهيك ما رح تضطر حتى انه تستنى ليوم الجمعة لتشتري اللي بدك اياه. زين الخطيب، عمان تي في.